الفنجاوية تقسو على الفرقة الفنجاوية تقسو على المتصدر العروبة برباعية وتزعزع من أوراقه في قادم الجولات. ظفار يغزو شباك صور برباعية ويمنعه من اللحاق بالمتصدر العروبة. منتخبنا الوطني لهوكي الجليد يغادر للأراضي الكويتية من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم من عمان الرياضية. الساعة 3 عصرا بتوقيت العاصمة مسقط، نصحبكم بجولة من الأخبار المحلية الرياضية والعالمية. انطلاقتنا تبدأ من دور عمان تل المحترفين، حيث قست الفرقة الفنجاوية على المارد العربوي برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن الجولة 18 المؤجلة من الدوري. لقاء زعزع من أوراق العربوية بالرغم من بقائه في قمة جدول الترتيب. نتابع. أوقف فنجا بركان المارد العرباوي وتغلب عليه برباعية مقابل هدف ضمن الجولة 18 المؤجلة من دوري عمان تل المحترفين، حيث لم يتوقع المراقبون هذه النتيجة قياسا على وضع الفريقين في سلم الترتيب، فقبل المباراة كان العروبة يتصدر سلم الترتيب فيما يتواجد فنجا في المركز السابع. العرباوي كان هو المبادر بالتسجيل عن طريق أيمن الرحبي في الدقيقة 22، إلى أن أصفر الداخلية أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. في الشوط الثاني انقلبت الموازين رأسا على عقب، حيث تقدم فنجا مع بداية الشوط بهدف ثان أحرزه عبد الرحمن سمير ليعيد نفس اللاعب الكرة مرة أخرى قبل مرور أقل من 10 دقائق، مضيفا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في المباراة. حوار الكبار استمر إلى أن وصلت المباراة إلى دقيقتها 82، حيث حصل الأصفر على ضربة جزاء ترجمها راد إبراهيم في الشباك مؤكدا حقية فريقه بالفوز في اللقاء وسط ذهول الجماهير العرباوية التي تعودت على الانتصار في الجولات الماضية. المارد ما زال يتصدر الترتيب العام في جدول الترتيب برصيد 39، في حين تقدم أصفر الداخلية إلى المركز السادس برصيد 31. فهل هذه المباراة انتكاسة عرباوية أم أنها كبوة جواد؟ وهل هي انتفاضة فنجاوية نحو الأمام؟ كل ذلك سوف تكشفه الجولات القادمة من مباريات دورينا. بعد قسوة الفنجاوية على فريق العروبة، جاءت الفرصة لأبناء صور من أجل مشاركة العرباوية في الصدارة، ولكن نادي ظفار هو الآخر دك شباك صور برباعية نظيفة ليجعل أحلامه مؤجلة لقادم الجولات. ها هو ظفار يعود بعد الغيبوبة الأخيرة التي أصابته في الجولة الماضية ليدك شباك ضيفه صور برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بينهما بمجمع السعادة الرياضي بصلالة ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 18 لدوري عمان تل المحترفين. وفي هذه الجولة لا نعلم ماذا حدث للمتربعين على سلم الترتيب بعد خسارة العروبة أمام فنجا، ها هو صور الآخر يفقد توازنه لتتبخر آماله في القفز على القمة دون الاستفادة من تعثر العروبة أمام فنجا بالرباعية، ليظل المارد في الصدارة رغم خسارته المؤلمة. تقاسم أهداف الزعيم كل من باسم الرجيبي في الدقيقة 16، لينتظر حمود السعد الشوط الثاني موقعا على الهدف الثاني في الدقيقة 51، وحسين الحضري في الدقيقة 80، وفرناندو في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليرفع الزعيم بهذا الفوز رصيده إلى 31 نقطة
ويبقي على حظوظه مع أهل القمة، فيما تجمد رصيد صور عند النقطة 36. نذكر أن خسارة صور تعد الأولى له خارج الديار هذا الموسم، ويبدو أن الفريق لم يكن في حالته المعهودة، فلم يقدم الأداء المنتظر، وغابت رغبته وروح اللاعبين في تحقيق الفوز والاستفادة من تعثر المتصدر. ونبقى مع دوري عمان تل المحترفين، حيث استكملت باقي مباريات الجولة 18 المؤجلة من الدوري بثلاث مباريات أخرى، حيث شهد المجمع الشبابي بصحار تفوق الخابورة على نادي المصنعة بثلاثية نظيفة، بينما فاز السويق على فريق السيب برباعية مقابل هدف. بعد تألق لاعبه عبد الله كوفي وتسجيله لثلاثة أهداف ساهمت في فوز فريقه ومضاعفة حظوظه في المنافسة على البقاء في بطولة الدوري، فيما تعادل نادي صحار مع نادي الشباب على المجمع الشبابي بصحار في لقاء مثير انتهى بأربعة أهداف لكلا الفريقين. الثالث يأتي عن طريق شهاد عبيد. من أمامه وهنا إحداها جول 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 للبحث. إلى أخبار منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، حيث من المقرر أن تغادر غدا بعثة منتخبنا الوطني إلى الأراضي الكويتية، وذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 18 إلى 24 من إبريل الحالي. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. يغادر يوم غد منتخبنا الوطني لهوكي الجليد والذي تشرف عليه اللجنة العمانية للرياضات الجليدية إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في البطولة الآسيوية والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 18 إلى 24 من إبريل الحالي، حيث يترأس وفد السلطنة عناد بن عبد الرحمن البلوشي رئيس اللجنة العمانية للرياضات الجليدية، ويشارك في البطولة خمس منتخبات وهي السلطنة والهند وسنغافورة وماليزيا وكرغستان والمستضيفة دولة الكويت. وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى لمنتخب هوكي الجليد بعدما شارك على المستوى الخليجي في البطولات السابقة، وكان المنتخب قد أنهى تدريباته وبات جاهزا من أجل الحضور بشكل مشرف للسلطنة في هذه البطولة. تجهيزنا لهذه البطولة طبعا نوعا ما كان شوي ضعيف، لأنه نحن صار لنا تقريبا حوالي ثلاث شهور بعدين اللي هو الاستعداد الصح للبطولة. ثلاث شهور ما تكفي لاستعداد البطولة الآسيوية، لكن شادين حيلنا، نتمرن ثلاث مرات في الأسبوع، وان شاء الله البطوله هذه بتكون من نصيبنا ان شاء الله. بالنسبه لاستعداد الفرقه الثانيه، خلينا نقول مثلا عندك فريق الكويت خذ معسكر خارجي في السويد لمده شهرين متتاليين مع بطوله لعبها في دوله قطر. بالنسبه لمنتخبات ماليزيا عندهم مدرب جديد من فنلندا صار له سنه تقريبا يدرب الفريق. بالنسبه لمنتخب الهند سمعت انه منتخب جديد، ما لعبنا معاهم ولا مره، مثل ما قلت هذه اول بطوله اسيويه نلعبها، يعني سواء كنا نلعب على الصعيد المحلي والخليجي، بس هذه بتكون اول بطوله اسيويه نلعبها مع فرق نفس سنغافوره وماليزيا والهند الى اخره. يمكن الفريق الوحيد اللي لعبنا معهم هو الكويت، وخصوم ما شاء الله يعني لعبهم طيب وزين، وان شاء الله نطمح اول ثلاث مراكز باذن الله تعالى. يذكر أن الفريق خاض ثلاث مباريات ودية، المباراة الأولى كانت في شهر مارس في مدينة العين مع فريق الذئاب، وقد تمكن المنتخب من مجاراته إلى أن عامل الخبرة والاستعداد المتواصل قاد فريق الذئاب إلى الفوز بنتيجة 6-3. أما آخر مباراتين وديتين فكانتا يوم السبت الماضي، حيث خاض المنتخب مباراته الأولى مع فريق كندي واستطاع الفوز عليه بنتيجة 4-1 بعدما قدم اللاعبون مجهودا ومستوى رائعا في المباراة. وفي اليوم نفسه وفي الفترة المسائية خاض المنتخب مباراته الثانية وكانت مع فريق الذئاب الإماراتي أيضا، ولكن هذه المرة كان الفوز لمصلحة المنتخب بنتيجة 3-2 لينهي بذلك المنتخب مبارياته الودية.
هذه كانت جولتنا المحلية، نشرتنا متواصلة ولكن هذه المرة مع الأخبار العالمية، والبداية مع أهم العناوين. برشلونة الإسباني يضع قدما في المربع الذهبي بعد ليلة جعلت من الأورغواني لويس سواريز ملكا لها. بورتو البرتغالي يقسو على الكتيبة البافارية بثلاثية ويصيب قلب غوارديولا بالحزن والأسى. يورغن كلوب يعلن رحيله عن فريق بروسيا دورتموند ويجعل جماهير النادي الألماني في صدمة كبيرة. نبدأ أخبار نشرتنا العالمية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث شهدت حديقة الأمراء ملعب نادي باريس سان جيرمان أحزانا كبيرة رسمتها الفرقة الكتالونية بعد ليلة توج فيها لويس سواريز ملكا لها، وذلك بتسجيله هدفين جعلت من البلوغرانا يضعون قدما في المربع الذهبي. من على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وقبل بدء المباراة بدقائق دخل الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان للاحتفال مع جماهيره بعد الصعود لنهائي كأس فرنسا، ومنهم من شخص الاحتفال بزرع المخاوف في قلوب الكتالونيين، ولكن عندما تتجرأ لزرع مثل هذه المخاوف في فريق بحجم برشلونة سوف تجد نفسك في عملية واضحة للقرصنة. فرجال لويس إنريكي رفعوا أشرعتهم للقرصنة والاستيلاء على مدينة باريس، وبهجمة منظمة قادها القبطان ميسي بدأت المباراة البوحة بأسرارها بعد 18 دقيقة فقط عن طريق هدف التقدم لبرشلونة الذي سجله النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، تعرض باريس سان جيرمان لضربة موجعة بعد دقائق من هدف نيمار بخروج المدافع البرازيلي تياغو سيلفا مصابا لصالح مواطنه دافيد لويز، ليخسر أبناء المدرب لوران بلان تغييرا مبكرا بعد مرور 21 دقيقة فقط. حاول باريس التقاط الأنفاس والعودة للمباراة ببعض التمريرات لاكتساب الثقة، ونظم أصحاب الأرض هجمة مميزة بعد تمريرة عرضية وصلت للأورغواني كافاني الذي تباطأ فيها بغرابة ليبعدها النجم الأرجنتيني ماسكيرانو ببراعة. وفي الشوط الثاني كانت حكاية برشلونة مبنية على تألق النجم الأورغواني لويس سواريز بعدما تلاعب بمدافع البي اس جي بمجهود فردي رائع مستغلا قوته البدنية ومهارته العالية ليسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 67. ولم يكتف الملك سواريز بسخريته بالمدافع لويس ليعود ويمرر الكرة بين قدميه للمرة الثانية ويسجل هدفا بطريقة أقل ما نقول عنها بأنها رائعة. وفي الدقيقة 82 سجل ماثيو مدافع برشلونة هدفا في مرماه بعد أن اصطدمت به تسديدة الهولندي فاندرفال لتنتهي المباراة بفوز البلوغرانا بثلاثة أهداف لهدف. وبهذا الفوز يعلن برشلونة عن وضع قدم نحو التأهل لمربع الكبار في دوري أبطال أوروبا، لتبقى مهمته أكثر سهولة في لقاء الإياب على ملعب الكامب نو. سيطرنا على مجريات اللعب وهذا ما أردناه أصلا، استحوذنا على الكرة وفزنا بنتيجة طيبة، لقد تفوقنا على كل الأصعدة، سيطرنا على خط الوسط وخلقنا الفرص الكثيرة ودافعنا بقوة أيضا، أعتقد أننا قدمنا عرضا ممتازا. تعرض أندريس إنييستا لإصابة مربكة ونحن بانتظار رأي الأطباء، نظريا لا شيء خطير بحق. بالطبع لباريس سان جيرمان فرصة بالفوز علينا في الإياب، خاصة وأن لاعبيهم الغائبون سيعودون،
لم تحسم مسألة التأهل بعد، وعلينا ألا نفكر أننا تأهلنا للدور المقبل، وعلينا أن نلعب الإياب لنفوز. لقد كانت الأفضلية لهم، ولا سيما مع ثلاثة مهاجمين كبار. لم نلعب بالقوة الكافية، وبرشلونة فريق كبير ويمتلك لاعبون ممتازون، لكن لاعبي فريقي قدموا ما عندهم. أرجو أن نظهر قوتنا الحقيقية في برشلونة حين يعود اللاعبون المحرومون. نريد أن نظهر قوتنا الهجومية لبرشلونة. ونبقى مع دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن بورتو البرتغالي من تحقيق الفوز على بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، لقاء جعل من الصحف العالمية تشيد بالفريق البرتغالي بشكل واضح. في ليلة كروية مثيرة وممتعة ووسط أهازيج جماهير بورتو البرتغالي، سادت الفرحة الكبيرة لممثل الدوري البرتغالي عندما حققوا فوزا مستحقا ومذلا على ضيفهم بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني الحالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدرجاو في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. ثلاثية بورتو ستجعل الفريق البرتغالي يذهب إلى أرينا الأسبوع المقبل، وهو يكفيه الهزيمة بهدف نظيف أو التعادل بأي نتيجة، بينما سيكون لزاما على كتيبة بيب غوارديولا الانتصار بهدفين نظيفين لعبور نصف النهائي. بورتو أظهر معدنه اللامع والقوي، وبدأ اللقاء بالضغط العالي والمثير جدا رغبة في التسجيل وإنهاء عقبة البايرن، وهدد شباك الحارس الألماني مانويل نوير، حيث تمكن جاكسون مارتينيز من خطف الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليتعرض للعرقلة من جانب نوير ويحصل على ضربة جزاء ويحقق هدفهم الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق كواريزما. وفي الدقيقة العاشرة تمكن اللاعب نفسه من تسجيل الهدف الثاني ليقلص بعدها تياغو كانتارا الفارق للبايرن في الدقيقة 28. وفي بداية الشوط الثاني شهدت المباراة إثارة أكبر من الفريقين، إلى أن بورتو استطاع من تسجيل الهدف الثاني بواسطة جاكسون مارتينو في الدقيقة 65. بدأنا اللعب بقوة أمام فريق بايرن ميونخ الذي يعيش أفضل أيام في تاريخه. لعبنا جيدا بصورة فردية وبشكل جماعي، سيطرنا على معظم مجريات اللعب ودافعنا بقوة مثلما هاجمنا بقوة. لقد أظهرنا قدراتنا ولعبنا بكل طاقتنا. الخلاصة أننا تفوقنا على فريق بايرن ميونخ القوي، وصحيح أنهم مجبرون على الدفاع كثيرا، لكن هذا متوقع. نحن في قمة الأسى والحزن، فلم نتخيل أن نتعرض لهذه الهزيمة القاسية. لقد كان صعبا للغاية أن نعود إلى المباراة بعد الهدفين المبكرين في مرمى فريقي، وقد حاولنا ذلك، لكن الهدف الثالث الذي سجله الكولومبي مارتينيز قد أنهى علينا تماما. لا يزال أمامنا 6 أيام للاستعداد إلى لقاء الإياب الذي سنقاتل من خلاله من أجل تعويض الهزيمة وحسم تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي. ثمانية من الدوري الأوروبي يلتقي حامل اللقب إشبيليا في مباراة صعبة ضيفه زينت متصدر الدوري الروسي. يستقبل حامل اللقب إشبيليا في مباراة صعبة ضيفه زينت متصدر الدوري الروسي في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، ويسعى إشبيليا إلى الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة من روسيا، خاصة وأن الفريق الأندلسي يمر بفترة رائعة مع المدرب أوناي أميري، وتمكن من الخروج بنتيجة التعادل من أمام المتصدر برشلونة في المباراة الأخيرة بالدوري. من جهته سيحاول زينت الروسي بقيادة مدربه أندري بواش تسجيل هدف قد يسهل من مأمورية الفريق في لقاء الإياب.
وإلى أخبار المدربين، حيث أعلن المدرب يورغن كلوب مدرب فريق بوروسيا دورتموند رحيله عن النادي الألماني مع نهاية الموسم الحالي. فالمدرب الألماني يعتقد بأن الوقت قد حان لترك الفريق، تاركا صدمة كبيرة في قلوب الجماهير المحبة لهذا المدرب. ليس لأي طرف أن يكون ممنونا للآخر، لقد كانت العلاقة عادلة ومنصفة حتى اليوم، لأن كلانا استثمر كثيرا في الفريق وكلانا حصل على مردود كبير. لقد قلت منذ البداية وفي السنوات الأخيرة أنه عندما أشعر بأنني لست المدرب المناسب لهذا الفريق الرائع فأنني سأقول ذلك. لم أخطط لأي شيء، ليس لدي أي اتصال بأندية أخرى ولا أخفي أي سر أو أي شيء، ولكني لا أنوي أخذ فترة سنة راحة، ولكن في عملنا قد تكون الأمور كذلك. لست أدري إن كانت هناك عبارة عن نصف سنة راحة، ولكن ليس لدي أي تردد لهذا القرار، ليس هناك أي مناورة أو تفكير مسبق، وبالمقابل فإنه القرار الصحيح أن نعلن عنه في هذا اليوم. تأهل غريميو إلى الدور الثاني من كأس البرازيل بفوزه على كامبيانس بهدفين دون رد. ففي غياب الدور الأول من البطولة، أكد غريميو إلى الذي يدربه المدرب البرازيلي الكبير فيليب سكولاري تأهله بعدما سجل انتصار الثاني على ضيف كامبيانس. وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 64 عن طريق دوغلاس دو سانتوس، وأضاف لينكلون الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز غريميو بهدفين دون رد. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز غريميو بهدفين مقابل هدف وحيد. ومن عالم كرة القدم إلى عالم الكرة الصفراء، حيث تأهل الكندي ميلوس راونيتش والفرنسيان جو ويلفارد تسونغا وجيل إلى المرحلة الثالثة لبطولة مونتي كارلو للتنس. حاجز الكندي ميلوش راونيتش المصنف الرابع مكانا في الدور الثالث من بطولة مونتي كارلو للتنس للماسترز بتغلبه على البلجيكي ديفيد جوفين بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-3 و6-4. كما تأهل الفرنسي جو ويلفارد سونغا إلى الدور ذاته بفوز على البرتغالي غواو سوزا بمجموعتين دون رد 6-3 و6-7. وبلغ الفرنسي جيل سيمون المصنف العاشر الدور الثالث أيضا بتغلبه على مواطنه بون وبير بمجموعتين للا شيء وبواقع 6-4 و7-5. نختتم نشرتنا العالمية مع عالم كرة السلة، حيث تأهل فريق نيورليانز بيلكانز إلى الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على ضيف سان أنطونيو سبيرز. صعد نيورز أوريانز بيلكانز إلى الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه على ضيف سان أنطونيو سبيرز ب 108 نقاط مقابل 103 نقاط. وأحرز أنطوني ديفيز لاعب بيلكانز 31 نقطة ليحقق لفريقه الفوز الثامن خلال آخر 11 مباراة، ويرفع عدد انتصاراته إلى 45 فوزا مقابل 37 هزيمة خلال الدور التمهيدي من الموسم الحالي. Well.
ومع هذا الخبر نصل لنهاية هذه النشرة، وقبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء فيها. الفرقة الفنجاوية تقسو على المتصدر العروبة برباعية وتزعزع من أوراقه في قادم الجولات. ظفار يغزو شباك صور برباعية ويمنعه من اللحاق بالمتصدر العروبة. وعالميا برشلونة الإسباني يضع قدما في المربع الذهبي بعد ليلة جعلت من الأورغواني لويس سواريز ملكا لها. وبورتو البرتغالي يقسو على الكتيبة البافارية بثلاثية ويصيب قلب غوارديولا بالحزن والأسى. بإمكانكم متابعة هذه النشرة مرة أخرى عبر صفحات عمان الرياضية الظاهرة أمامكم. متابعة طيبة نتمناها لكم رفقة ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم. شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.